بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 82. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله جل وعلا في هذه الآية نفى الخيرية عن كثير مما يتناجى به الناس، وأصل النجوى هي الحديث السري، الحديث السري بين اثنين فأكثر، والله جل وعلا يعلم السر والنجوى. السر هو الشيء الخفي، والنجوى كذلك التي هي مناجاة بين اثنين فأكثر، لا يسمعه أو لا يعلمه من حولهم. لا خير في كثير من نجواهم، فدل على أن النجوى شرها كثير وليس فيها خير إلا قليل، وهي صفة المنافقين، صفة المنافقين، فإنهم يتناجون بينهم بالكيد للإسلام والمسلمين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم وجه المؤمنين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، مع أنه ينبغي أن لا يكون هناك مناجاة إلا عند الضرورة والحاجة، لكن إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما كان المنافقون يفعلون ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فدل على أن النجوى أنها لا خير في كثير منها إلا ما تضمن هذه الأغراض العظيمة. قد يكون التسار في الأمور الشريفة والنزيهة والتي لا يحب أن يطلع عليها يكون في ذلك خير، أما التناجي بالضد وهو الكيد للإسلام والمسلمين والمجالس السرية والمنظمات السرية فهذه من الشيطان وأتباع الشيطان. أما المؤمنون فإنهم لا يسرون إلا خيرا ولا يتناجون إلا بالنصيحة والخير لهم ولإخوانهم المسلمين. لا خير في كثير من نجواهم، ولهذا قال: إلا من أمر بصدقة. إذا كانت النجوى في هذه الأمور إلا من أمر بصدقة، والصدقة هي التبرع بالمال أو بالعلم أو بالجاه مما ينفع الناس. إلا من أمر بصدقة أو معروف، أو أمر بمعروف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قوام الدين وهو من ضروريات الدين لا بد منه، أو إصلاح بين الناس.
إذا كان بين اثنين خصومة أو منازعة، أو بين قبيلتين، أو بين الراعي والرعية، فإن الواجب على المسلم الذي عنده المقدرة أن يصلح بين المتنازعين ويسوي النزاع. هذا هو الإصلاح بين الناس. قال جل وعلا: والصلح خير. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الصلح مطلوب، وهو تسوية النزاع. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لما يترتب على الصلح من ذهاب النزاع وصفاء الصدور وعودة المحبة بين المسلمين. لكن يلاحظ أن الصلح اختياري وليس إجباريا، فالصلح إنما هو عن تراض بين الطرفين. فإذا لم يقبل الصلح فلا بد من التخاصم عند القاضي ليحكم بينهم حسب البينة على الطرق الحكمية المعروفة. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك، أي يفعل هذه الأمور، الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا وعد من الله جل وعلا، والله لا يخلف وعده في أنه يجزي هؤلاء المصلحين والمتصدقين والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، لأن هؤلاء ينقون المجتمع من الأضرار ومن النزاع والتفرق، وعدهم الله مغفرة. يؤتيه الله مغفرة منه لذنوبه، يغفر الله ذنوبه بسبب هذه الأشياء، والصدقة تطفئ الخطيئة كما في الحديث. فسوف نؤتيه، وسوف هذا للمستقبل، يؤتيه الله في المستقبل، بخلاف الفاء فهي للتنفيس وهو الوقت القريب، أما سوف فهي للوقت المستقبل البعيد. مغفرة وأجرا عظيما. مع المغفرة الله يغفر له ذنوبه، ويضيف إلى ذلك ويزيد عليه أن يعطيه أجرا عظيما. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.